جايز، اليوم رح نعمل اشياء كتير حلوة ورح نبسط اليوم ان شاء الله. اذا اليوم رح يعجبكم هيدا الفيديو عملوا لايك وشاد وسبسكرايب وفعلوا الجرس وعشان يوصلكم كل جديد، كل شي جديد انه ايه. ونعمل هلأ تحديات كتير مرئية وحلوة. خلينا نصور فيديو اليوم، صار لي زمان ما طلعت لكم. خلينا نصور يلا. كمان بيبي اليوم رح نعمل تحديات. لوليكو شو عنا هيك؟ عندي دبدوبات وبتعرفوها هيدي اسمها صبايرني هون، اكيد بتعرفوها. هي كتير حلوه، بتقلد الحكي وبترقص. انتو بتعرفوها اكيد، كل العالم اصلا بتعرفها، وهي كتير غاليه. واليوم رح نعمل فيهم اشياء حلوه كتير. وكمان معنا هيدا الدبدوب بالسمكه هي. ويلا خلينا نبلش هلا. من حط هيدا الدبدوب كيوت صح؟ كثير كيوت. هيدا افضل عندي شيء، افضل واحد بالعالم عندي اياه. وعندنا هيدا الدبدوب كمان كيوت. وهيدا رح نحطه هون هون. كمان بعد في شغلتين رح جيبهم اثنيناتكم. ليكو بتعرفوا اكيد بتحضروا مسلسل صنفور، اكيد بتعرفوا سفنج بوب. رح نحط واحد هون واحد هون. رح نحط هون يا سفنج بوب هون. هيدا رح نحطه هون. شوفوا شو عملت. تربس بسبته. طيب يلا. طرام. هيدول كلهم عندي. أنا بس هيدا حطيته هون وهيدا كمان. رح فريكم هيدا القرب لكم اياه. هيدا زبطه اوكي. هلا هيكو اياه هون. شفتوهم مهضومات صح؟ يلا نبلش بالفيديو. رح نعمل انه اللعبة ميني ماني ميني مو سيكي سيكي. قصدي انه لا انه مثل بس واحد اثنين للعشرة. هي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. طلعنا هيدا ليكو، يطلعنا هيدا. ناخد الدبدوب ونربحه اوكي. هيك هي اللعبة. يلا خلينا نبدأ للفيديو. يلا نحط الكاميرا. انتظروا بدي احط الكاميرا ونحطها. يلا انا ما بعرف اذا مبين انتم مبين. يلا نبلش. ميني ماني ميني مو تيكي تي اصغر. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. اوه طلعنا هيدا صنفور. واو. من الاشياء اللي بنربحها بنحطهم هون هون.
حطهم هون. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. واو ليكو شو هذا افضل دبوب عندي. اوكي فعنا اثنين اشياء، مش بس هاي التحدي، نحن عملنا كثير اشياء حلوة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوه سمكة او حوت او كرش ما بعرف، نحطه هون. اوكي هلا 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نحطهم هون الباقيين، ليكو نحطهم هونيك الباقيين، نحطهم الدبدوب سبونج بوب اياه رح تحطه فوق هيدا الدبدوب. اوكي شفتوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يا جماعة هلأ صار عنا كل الدبد هون شايفينهم. شوفوا هلأ نعمل ما نعمل، هلأ شو بدنا نعمل يا جماعة؟ رح تسألوا شو نعمل. يلا هلأ بدنا نعمل نتشقلب على التخت، ليكو كيف تتعلموا كيف تتشقلبوا هيك. ليكو لفرجيكم ثاني. عشرين الربع اوكي يلا انا هون. يلا هل ليك وان توسي ليكم كيف نتشقلب؟ شفتوا هيك بنتشقلب، رح نعملها 20 مرات. اوكي يلا بس تشقلب عادية، انه تشقلب عادية في عندك قصدي للعشرة، في اشياء للعشرة ترى 1 2 3 4 5 6 7 7. ليكو عندنا شيء سبعة، هي شقلبت الايد، شقلبت الراس، شقلبت الهام ما بعرف شو اسمه، وعنا شقلبت الاجر، وعنا شقلبت العادية، وعنا شقلبت الايد، وهول هن سبع اشياء.
هيكو عندنا كمان قلبنا قلبت القلب وشقلبت البطن سبع اشياء ليكو تتأكد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة هول عنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عنا ستة أشياء يلا سوري عشان أنا غلطت مش حرام هول هن عنيا اياهم اللي حتنبسطوا كثير ان شاء الله هلا اول شيء عنا شقلبت العادية شقلبت العادية لقيتوا كيف شقلبت العادية هكذا تاني شغلة عنا شقلبت الايد قصدي الراس هيا عنا الراس شقلبت الراس 1 2 هو عملتها هلا تالت شغلة عنا شقلبت الايد لايكو 1 2 عملنا شقلبت الايد رابع شغلة هاي دولة كمان دعيتكم يا ما بعرف اسمهم يا جماعة كانت كثير صعبة هل خمس شغلة رح نعمل الإجر عم غلط ولا أحلم شو اللي صاير لي اليوم عامل يا جماعة اليوم خلصنا الفيديو إن شاء الله تكونوا عجبكم الفيديو يلا يا جماعة ما تنسوا تحطوا لايك وشات وسبسكرايب يلا باي.